أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من فضيلة العمرة ليلة 27 رمضان؟ جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج البخاري ومسلم حديث ابن عباس أن امرأة من الأنصار تدعى أم سنان لم تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فسألها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما لم تحجي؟ فقالت: إن أبا فلان كان له ناضحان، يعني عنده بعيران، أما أحدهما فحج عليه هو وابنه، وأما الآخر فأبقاه ننضح عليه، أي نسني عليه لقضاء حوائجنا في سقاية أرضنا وما أشبه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان هو لكل من اعتمر بعد دخول الشهر إلى نهايته، سواء كانت عمرته في ليل أو في نهار، لا فرق في الفضيلة بين أن تكون العمرة في العشر الأول أو العشر الأوسط أو العشر الأخير، بل الذي أوصي به أن لا تكون العمرة في العشر الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأخير خصه بالاعتكاف، ومعنى هذا أنه إذا أراد السنة فليعتمر في غير العشر الأخير. وعليه فما يفعله بعض الناس من تخصيص ليلة 27 بالعمرة لأنها أرجى الليالي في إدراك ليلة القدر، يقال له شغلت هذه الليلة، بخلاف ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل ما تشغل به ليلة القدر سواء كانت ليلة 27 أو غيرها من الليالي هو القيام، الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأن تترك القيام وتذهب تأخذ عمرة، هذا من الاشتغال بالمفضول على الفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من اعتمر ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، إنما قال من قام ليلة القدر غفر له ما إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلذلك أوصي إخواني وجميع من يصله هذا الكلام أن يعتني بالاشتغال بالأعمال المشروعة في هذه الليالي المباركة، وليس منها الاشتغال بالاعتمار، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير التلاوة للقرآن، وهذا في كل ليالي رمضان، فكان يدارس جبريل القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، ومنه الليالي العشر الأخير من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دارس جبريل، ومن ثمرة المدارسة العمل الثالث الجود والإحسان في هذه الليالي المباركة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، أي عندما يلقاه جبريل في مدارسة القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسل. فلتشتغل بالإحسان، والإحسان بمفهومه العام في عبادة الله عز وجل وفي معاملة الخلق، والإحسان إليهم بكل ما تستطيع أن توصله إليهم من بر وإحسان. الرابع كثرة الدعاء، فهذا من الأعمال التي تعمر بهذه الليالي، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول؟ وفي بعض الروايات قال: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ فقال: قولي، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ودليل أن ما من أفضل ما تعمر به هذه الليالي الدعاء، والدعاء هو العبادة، فينبغي للمؤمن أن يشتغل بالمشروع بما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. العمرة عمل صالح وهي في رمضان، لكن يختار غير الليل، الليل محل الذكر للطاعة للعبادة، أنا أقصد الليالي هذه التي يتحرى الناس فيها ليلة القدر. تحري ليلة القدر ليس بالاعتمار فيها، إنما تحري ليلة القدر بالصلاة فيها. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم
قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن وفق فيها إلى صالح العمل، اللهم اجعلنا فيها من المقبولين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من فضلك أن تفتح لنا فيها فتوح العارفين، وأن تمن علينا بإيمان صادق ويقين راسخ، وأن تصلح بها أعمالنا، وأن تعيننا على ما نستقبل من أعمالنا على طاعة وإحسان وبر وتقوى وإيمان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من فضلك أن ترزقنا صلاحا في الظاهر والباطن والسر والعلن يا حي يا قيوم.